قدري من بسم الله إلى مطلع الفجر. يا جدي علمني عن سورة القدر من بسم الله إلى مطلع الفجر. علمني كل إصغاء عما في الصورة قد جاء، ما قصتها ما معناها توجد في أي الأجزاء. أهلا يا أجمل طفلة، هيا نبدأ في الرحلة. أهلا يا أجمل طفلة، هيا نبدأ في الرحلة. سنحلق بسماء القدر، بسم الله سننطلق. القدر بآخر جزء من أجزاء القرآن، خمس عدد الآيات بها كحواس الإنسان. القدر بآخر جزء من أجزاء القرآن، خمس عدد الآيات بها كحواس الإنسان. كحواس الإنسان. تحكي هذه السورة عن ليلة القدر، أنزل فيها الله لنا أقداس الذكر. تحكي هذه السورة عن ليلة القدر، أنزل فيها الله لنا أقدس الذكر. ليلة طهر في رمضان خير من كل الأزمان، ينزل فيها أمر الله وهي لوقت الفجر أمان. فيها كانت تنزيل، فيها يهبط جبريل. فيها كانت تنزيل، فيها يهبط جبريل. وتقدر أعمار الناس فيها والرزق يقدر. وفقنا لتلاوتها يا ربي في رمضان، واكتب خير الأقدار لنا وارحم يا رحمن. وفقنا لتلاوتها يا ربي في رمضان، واكتب خير الأقدار لنا وارحم يا رحمن. وارحم يا رحمن. قصص القرآن مثيرة وبها الأنعام كثيرة، حيوانات في الغابات أخر تلهو بحظيرة. حيوانات في الغابات أخر تلهو بحظيرة. البقرة وجدت في أطول سورة، فضحت قتلا وجريرا. قد أخبر عنها التنزيل في ذكر بني إسرائيل، كشفت سرا كانت بكرا فيها من عبر الرحمن. الهدهد الهدهد كان ذكيا، فكر في الحل مليا. نبأ لسليمان قال عن سبأ أخبره الحال، صار وجال نبأ قال لنبي الله سليمان. قصص القرآن مثيرة
الغابات، أخر تلهو بحظيرة، حيوانات في الغابات، أخر تلهو بحظيرة. الذئب إن الكذاب جريء، لكن الذئب بريء، لم يأكل لنبي الله، فالحاسد جبا ألقاه. إن الإخوة فقدوا النخوة، لكن كان البئر أمان. الغراب باللون الأسود قد طار، ينعق في ليل ونهار، لكن قد علم قابيل عن كيف يواري هابيل، سلط ضوءه وارى السوء، طير ويعلم إنسان. قصص القرآن مثيرة وبها الأنعام كثيرة، حيوانات في الغابات أخر تلهو بحظيرة، حيوانات في الغابات أخر تلهو بحظيرة. الحية قال بها الذكر المنزل، بعصا موسى تتحول، ليست سحرا أو ألغاز، بل فيها كل الإعجاز، تلك الأفعى تزحف تسعى، ما أعظمه من ثعبان. الأنعام وردت لفظا بالأجناس، زينها ربي للناس، خيل وبغال وحمير، تركبها بشر وتسير، معز ضأن ولها شأن، تأتي العبرة من حيوان. قصص القرآن مثيرة وبها الأنعام كثيرة، حيوانات في الغابات أخر تلهو بحظيرة، حيوانات في الغابات أخر تلهو بحظيرة. النملة قصتها في القرآن، خافت جند سليمان، باسم النمل لنا سورة، وهي بذلك مسرورة، تسكن وادي فيه تنادي، أخبرنا عنها القرآن. عنكبوت أوهن بيت في الأزمان، إحدى حشرات القرآن، نحل وجراد وذباب، فيها العبرة للألباب، وكذا القمل عجبا تفعل، وتفوق حدود الإمكان. قصص القرآن مثيرة وبها الأنعام كثيرة، حيوانات في الغابات أخر تلهو بحظيرة، حيوانات في الغابات أخر تلهو بحظيرة.